اللارنس بيتكون من في سنجل كارتريج وبيرت كارتريج. السنجل كارتريج اولهم الايبيجلوتيك كارتريج ثايرويد كارتريج اهو بيكون لافف من تحت ثايرويد كارتريج من ضمن السنجل يبقى ايبيجلوتيك وثايرويد كارتريج وهذا الكريكويد كارتريج دي الثايرويد المفروض تتعامل كده ودي كريكويد كارتريج تمام المفروض يكون مقفوله كده يعني البيرد في الاريتينويد واحد هنا وواحد هنا كورنيكوليت اهو كورنيكوليت نيجي بقى للفولدس في الفوكال فولدس واحد هنا وواحد هنا وفي هنا الفيستيبولار فولد واحد هنا وواحد هنا برضه فيستيبولار فولد في الليجامنت شوف ذا ليجامنت هنا في الليجامنت بين الكريكويد وبين الفيرست لارينجيال فيرست تراكيال كارتليج اسمه كريكو تراكيال اهو كريكو تراكيال ليجامنت وفي ليجامنت هنا كريكو ثايرويد ليجامنت متصل بالكودا ثايرويد نوتش والكودا ثايرويد نوتش بيكون ديب في حالة الهورس المسلز بتاعت اللارنس ده الستيرنو ثايرويد مصل ودي سايرو هايويد كريكو ثايرويد مصل كل دي مصل احنا بنقولها كريكو ثايرويد مصل ده دورسال اريتينويدس لاترال استنى فين اللاترال كريكو اريتينويد في هنا الترانسفيرس كريكو اريتينويد ماشي في هنا مصل هايو ايبيجلوتيك مصل تمام في هنا الفيسيبولاريس مصل لا دي الفوكاليس معلش فوكاليس مصل ودي الفيسيبولاريس بينهم لارينجيال ساكيول